التوقيع النهارده مبدئيا لازم عشان اشرحه اقول لك اي جي جيت بتعمل ايه. اي جي جيت بتنشئ منصه تسويق وتجاره الكترونيه. تسويق وتجاره الكترونيه لكل الكيانات المصنعه في مواجهه مصر العربيه بهدف زياده حجم صادراتهم مرورا بسوق المحلي. فكان عشان نعمل هذه المنظومه بنتكامل مع القطاع المصرفي مع البنك المركزي مع ونفعل الشمول المالي. حاملي البطاقات في مصر نسبتهم في حدود 5% 7%، فالتوقيع مع فوري كان للوصول لل 95% المتبقيه من السوق المصري عشان نغير ثقافه المجتمع الى التحول للتجاره الالكترونيه. ده كان هدف مشروع ان احنا نبسط على المشتري وعلى البائع ان هم يتواصلوا على بعض مع بعض على بنيه تحتيه معمول فيها كل القوانين بالدوله، فيها البانكينج سيستم البنك الاهلي وكافه البنوك، فيها البنك المركزي مدعم الموضوع، بتفاعل كل الانظمه المعمول فيها في الدوله كتفعيل الاستراتيجيه القوميه للتسويق والتجاره الالكترونيه. عشان كده تكاملنا مع فوري للوصول الى الفئه اللي هي مش حامله للبطاقات عشان كل المجتمع يتحول لاستخدام هذه اللغه التجاره الالكترونيه.